بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير محدثكم دكتور بسام الشراونه استشاري انف واذن وحنجره وباء الكورونا حديث الساعه وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياه والعمل في كافه انحاء المعموره بسبب سرعه انتشاره وبسبب اثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي. ولاهمية هذا الموضوع وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية ارتئينا باستضافة نخبة من الزملاء الاطباء والصيادلة في الاردن للحديث عن تداعيات ازمة كورونا الواقع والمستقبل. العالم اصبح قرية صغيرة بسبب سهولة التنقل والحركة. ونحن في الاردن جزء لا يتجزأ من هذا العالم، ونرتبط بعلاقات سياسية وتجارية واقتصادية واجتماعية مع معظم دول العالم. ولأن هذا الوباء لا يعترف بالحدود، فقد انتقل الاردن. عن هذا الموضوع يتفضل الدكتور نبيل نهار ليحدثنا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً لأخي دكتور بسام. حقيقة بعدما تفشى الوباء في مدينة ووهان الصينية استشعر جلالة الملك خطر هذا الوباء وامر باحضار واجلاء جميع الاردنيين الموجودين في تلك المدينة خوفا على صحتهم وقد حضروا للاردن وللمستشفى وحجر عليهم الفترة الزمنية الكافية وكانت نتائجهم سلبية وبعد ذلك اصدرت صدرت الاوامر الملكيه الساميه للحكومه الاردنيه للقيام بكل ما يلزم من اجل مكافحه هذا الوباء وانتشاره لو لا سمح الله وصل الى الاردن. تم الاعلان عن اول حاله واصابه بهذا المرض لمواطن اردني حضر من ايطاليا بتاريخ 2/3 وقد تم التعامل معه. حسب البروتوكولات المعمول بها عالميا، ودخل المستشفى وتمت اجراء الفحوصات الطبيه للمخالطين وكانت كلها سلبيه والحمد لله. ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ 15/3 لم تحصل اصابات في الاردن. اما في تاريخ 15/3 فقد حصلت 11 اصابه مؤكده من مختلف الجنسيات حضروا الى الاردن او كانوا موجودين في الاردن بناء على هذه الاصابات التي اصبحت مؤكده قامت الحكومه بالقيام باجراءات مختلفه اولها تشكيل لجنه لاداره الازمه وسميت بخليه ازمه من القطاعات المعنيه المختلفه. وتم حظر السفر الى عده دول من الدول المصابه او التي ينتشر فيها الوباء، وتم تعليق الدراسه في الجامعات وفي الكليات الجامعيه المتوسطه وفي المدارس، والعمل على الدراسه عن بعد بمختلف وسائل التواصل، واغلاق بيوت العباده والمساجد من مساجد وكنائس، وتم ايضا منع زياره المرضى في المستشفيات وتعليق النشاطات السياحيه والرياضيه والاجتماعيه ما عدا القطاعات الخدميه التي تعنى بالغذاء والدواء. في هذه الاثناء وفي خضم هذه الظروف تم صدرت الاراده الملكيه الساميه بتفعيل نظام الدفاع واعلان حاله الطوارئ وقانون الدفاع رقم 13 سنه 1992 ولكن في حدوده الضيقه. وصدرت منذ ذلك الحين سته اوامر دفاع لاداره العمل من اجل مكافحه هذا الوباء الذي اصبح يؤرق البشريه جمعاء فقد تم اغلاق الحدود البريه والجويه والبحريه وكذلك تم اجلاء المواطنين الاردنيين من كافه الدول في في مختلف دول العالم، وحظارهم الى الاردن، ووضعهم في الحجر الصحي لمده اسبوعين في فنادق اربعه نجوم وخمسه نجوم، وفحصهم ومتابعه وضعهم الصحي على اكمل وجه، وايضا تم اعلان الحظر الجزئي والذي تطور لاحقا الى حظر كلي، في جميع واعلان تعليق الدوام في جميع مؤسسات الدوله. العامة والخاصة بما فيها العيادات والمراكز واستقبال الحالات الطارئة في المستشفيات فقط وكان كل ذلك بمتابعة حثيثة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم